بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهمية القدوة الحسنة والحث عليها والتحذير من القدوة السيئة ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينتقص من أوزارهم شيء. وأخرجه الإمام أحمد وذكر نحوه. في هذا الحديث مسائل: الأولى فيه بيان أهمية وعظمة الريادة والابتكار في الخير وخطورة الابتكار والريادة في الشر، يعني التقدم في الخير أمر مهم وعظيم، لأن الناس إذا اقتدوا بالإنسان في الخير كان له مثل أجر عملهم، وإذا اقتدوا به في الشر كان له مثل وزرهم وإثمهم. المسألة الثانية: الذي يكون رائداً في الخير فإن له أجر هذه الريادة، يعني الذي يتقدم في الخير ويقتدي به الناس في عمل الخير له أجر هذا التقدم والريادة، وله مثل أجر كل إنسان سلك طريق الخير على يديه من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. هذا شيء عظيم، أنك تكتسب أعمالاً صالحة وأنت لم تباشر عملها فقط لأنك دللت الناس عليها. أما الذي يكون رائداً في الشر، يعني يفعل الشر ويؤثر على الناس حتى يقتدوا به في الشر، فإن عليه وزر هذه الريادة، وعليه مثل وزر وإثم كل من تأثر به واقتدى به من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. فالأمر خطير بالنسبة لمن يفعل الشر ويدعو إليه.